السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن انواع الصور وخصائص كل نوع على حدة. هنبدأ بالنوع الاول اللي هو جي بي جي او جاي بيك، وهو من تطوير مجموعة خبراء التصوير الفوتوغرافي. النوع ده بيستخدم معايير ضغط متغيرة، بمعنى ان انا لو زودت حجم الضغط قلت جودة الصورة وقل حجم الصورة، لكن انا لو قللت الضغط فيها فبتزيد جودة الصورة وبيزيد حجم الصورة. عن طريق النوع ده بقدر اخد صورة بالحجم اللي انا عايزه لكن على حساب جودة الصورة. النوع ده بيدعم لحد 16 مليون لون، وبيدعم لحد 65,000 بكسل في القياس. من عيوب النوع ده كمان انه ما بيدعمش الشفافية ولا بيدعم الانيميشن او الحركة. النوع التاني معانا هو نوع الجي اي اف، وهو من ابتكار شركة كومبو سيرف. النوع ده بتستخدمه معظم مواقع الانترنت. النوع ده المميزات اللي فيه انه بيدعم الشفافيه وبيدعم الحركه او الانيميشن، لكن العيب اللي فيه انه ما بيدعمش اكتر من 256 لون على 8 بت، بمعنى ان النوع ده بيبقى خفيف وسهل التحميل وتقدر تستخدمه في مواقع الانترنت المختلفه، وكمان تقدر تستخدم فيه الحركه تصمم منه صور متحركه زي اللي بنشوفها موجوده في المواقع المختلفه. النوع اللي بعد كده اللي هو البي ان جي، وهو اختصار لكلمه بورتابل نتورك جرافيكس. النوع ده عملوه ليكون بديل عن الجي اي اف، لكن انه العيب اللي فيه انه ما بيدعمش الصور المتحركه. الميزه اللي فيه انه بيدعم لحد 16 مليون لون، وبيدعم لحد 48 بت، وكمان بيدعم الشفافيه، يعني تقدر تصمم فيه صوره بدون خلفيه، لكن حجم الصور ده بيكون اكبر مقارنه بصور الجي اي اف وصور الجاي بي. نقدر نستخدم النوع ده لو عايزين نطلع صور بدقه عاليه او صور بدون خلفيه بغض النظر عن حجم الصوره اللي هتطلع. النوع اللي بعد كده اللي هو تي اي اف. النوع ده صممته شركه ألدس، وكان مصمم في البدايه لحفظ الصور من المسح الضوئي او السكانر، لكن النوع ده اتشهر في المطابع. النوع ده اللي مميز فيه انه بياخد نفس درجات لون الجاي بيك لكن بدون ضغط. معظم المصورين والمصممين بيستخدموا النوع ده في حالة طباعة الصور، وكمان النوع ده بيدعم قياس صور لحد 4 مليون بكسل في 4 مليون بكسل مع ترو كولر الوان حقيقية. النوع ده اللي مفضل استخداماته في الطباعة وفي المطبعات. يعني باختصار لو انت عايز تطبع شغلك الافضل انك تستخدم نوع تي اي اف. النوع اللي بعد كده هو الرو. الرو بتستخدمه كاميرات التصوير، ويعتبر النيجاتيف او الصورة الخام، بمعنى ان التعديل عليه بيكون افضل من باقي الصور، وحجمه بيكون اصغر من حجم صور التي اي اف. هنلاقي النوع ده موجود في كاميرات التصوير، لما تيجي تصور صورة وكاميرا التصوير هيديك خيارات انك تقدر تستخدم النوع ده، وده مفضل عند اغلب المصورين. دي اشهر عن صيغ الصور اللي مستخدمة واللي موجودة حاليا. نيجي بعد كده لصيغ البرامج. البي اس دي هو ملف فوتوشوب دوكومنت، وده بيستخدمه برنامج الفوتوشوب، وده بيكون ملف مفتوح المصدر تقدر تعدل عليه في اي وقت، لكن باستخدام برنامج الفوتوشوب فقط. الاي اي هو ملف ادوبي الستريتور فايل، وده ملف ايضا مفتوح المصدر لكن تقدر تستخدمه في برنامج ادوبي الستريتور فقط. اما ملفات الاي بي اس فهي ملفات ما ترتبطش ببرنامج معين. ولنفرض مثال انك صممت عمل على ادوبي الستريتور عايز تستخدمه على الكورال درو، فبتحفظ الصيغه بصيغه اي بي اس، بتقدر كده تستخدمه بين البرنامجين بصوره سليمه وبسيطه. دي اشهر امتدادات وانواع الصور، وكمان ضفنا عليهم ملفات اشهر البرامج. الفيديو ده مهم لكل مبتدئ علشان يعرف انواع الصور المختلفه وازاي يتعامل معها. في النهايه لازم تعرف اكتر وتتعمق اكتر عن صيغ وامتدادات الصور المختلفه. في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم عن امتدادات الفيديو وانواع ملفات الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو ده مقدم من محمد ماهر على قناه نسمات للدعايه والاعلان. تابعونا لتستمتعوا بافضل الدروس المقدمه على القناه.